الطريق نحو النجاح. غير تفكيرك تتغير حياتك. مرحبا بكم على قناة الطريق نحو النجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله. في إطار متابعتنا لحلقات تدبير الوقت، نقدم لكم الحلقة الثالثة إن شاء الله من تدبير الوقت، وهي دائما في إطار خلاصة لكتاب تدبير الوقت للدكتور صالح الفضالة، الذي يحتوي على معلومات كثيرة بخصوص تدبير الوقت. فسنشرع في الحلقة الثالثة. يتحدث المؤلف عن تحديد الأولويات، يقول: بمجرد أن تحدد أهدافك المهنية الطويلة الأجل والقصيرة الأجل، فإنك يجب أن ترتبها تبعا للأولويات والأهمية. كل هدف سيشمل عددا من المهام، حدد أيا من تلك المهام هو الأهم، وهو الذي ينبغي أن توجه له اهتمامك. نقاط يجب عليك تذكرها: أولويات رئيسك قد لا تتلاقى أو لا تتشابه مع أولوياتك. الأولويات تتغير، يجب أن يعاد تحديدها كل يوم. كلما اقتربت من تحقيق هدفك، كلما زادت أهمية تركيزك وتحديدك لأولويات المهام التي يحتوي عليها. تحليل المهام. يقول المؤلف: اعمل قائمة بكل أهدافك ومهامك الحالية والقادمة والروتينية، ثم قسمها إلى ثلاث فئات: ألف، باء، جيم. النوع ألف يخص المهام العاجلة والمهمة. النوع باء يخص المهام العاجلة أو المهمة وليس كلاهما. والنوع جيم يخص المهام التي لا تعد عاجلة ولا مهمة ولكنها روتينية. يقول الكاتب: إذا كان لديك أي شك في إحدى المهام وفي كيفية تصنيفها، صنفها في النوع جيم أو تجاهلها. أي النوع جيم هو المهام التي لا تعد عاجلة ولا مهمة ولكنها روتينية. في فقرة أخرى: تخطيط يوم عملك. يقول المؤلف: أي يوم عمل سوف يشمل مزيجا من المهام ألف، باء، جيم. اعمل خطة انتقائية لكل المهام التي تستطيع إنجازها في يوم واحد. ويجب أن تتأكد من أن يوم العمل لن يمتد لعشرين ساعة. وزع ثلاثة أنواع من المهام على يوم العمل، بدلا من أن تعمل في المهام من النوع ألف كلها أولى ثم باء ثم جيم. سوف يزيد هذا من تركيزك على كل المهام ألف، ويقلل من الاهتمام الموجه لباء وجيم. وهنا أعطى المؤلف أو حدد في المؤلف مجسما يقدم فيه الموازنة بين هذه المهام ألف، باء، جيم، وجدول آخر تعرض فيه لتحديد أولويات المهام من النوع ألف، من نوع ألف حددها، هي مجموعة يعني من أمثلة من المهام من النوع ألف. ويقول المؤلف: الموازنة بين المطالب. الأولويات تتغير طوال الوقت، لأننا نتلقى معلومات طوال الوقت، سواء عبر الإنترنت أو الهاتف أو الزملاء. المعلومات الجديدة قد تغير من المهام أو من أهميتها أو مدى السرعة التي يجب أن تتم بها. يمكنك أن تنزع إحدى مهامك العاجلة من قائمة الأعمال المهمة لتضعها في قائمة أخرى. لماذا تعد تقريرا للاجتماع كان سيتم غدا طالما أنه تأجل ثلاثة أيام؟ كمثال أعطاه. في فقرة أخرى: أمور يجب عليك تذكرها.
النقطة الأولى، الوقت الذي يضيع في التخطيط لا يضيع هباء، إذ يوفر لك مجالات أوسع على المدى الطويل. النقطة الثانية، كن مستعدا لحياة مليئة بالعمل وليس ليوم مليء بالعمل. النقطة الثالثة، إدارة الوقت تعني القيام بالأشياء بكفاءة أكثر وليس بسرعة أكبر. نقطة رابعة، الغذاء ضروري للتركيز، وبالتالي فترات الراحة للغذاء تكون مهمة وضرورية. ونقطة الخامسة، الأوقات التي يسود فيها الهدوء يمكن أن تستخدم بكفاءة. فقرة أخرى للكاتب جاءت بعد هذه فقرة، الأمور التي يجب عليك تركيزها والتي سردتها عليكم، فقرة تمها تحديد أوقات الراحة. يقول فيها، ستكون في حاجة إلى بعض الوقت لتحدد لنفسك أولوياتك وتركز على المهام الأصعب ذات الأولويات الأولى. لن تحصل على وقت الراحة إلا إذا وضعته في جدولك اليومي. لا تشعر بالذنب لعدم عملك مع زملائك، فسر لهم أنهم يستطيعون الحصول على اهتمامك الكلي عندما تحصل على وقت لا يقاطعك فيه أحد. ويكون هذا مهما جدا، خاصة إذا كان مكان العمل صاخبا. حاول أن تركز في هذا الوقت وتوجهه للمهام ألف وباء التي تتطلب اهتماما كليا. تذكر أنه حتى لو كانت تلك الفترة محدودة وصغيرة، إلا أنها ستساعدك على العمل بكفاءة أكبر. يقول هنا يعني المؤلف، في فترة الراحة يجب أن تركز على المهام ألف وباء. وقلنا في تحليل المهام كناها سابقا، كي أذكركم النوع أو أذكركم بهذه المهام، النوع ألف المهام العاجلة والمهمة، والنوع باء المهام العاجلة أو المهمة وليس كلاهما. كذلك يقول المؤلف في نقطة أخرى، الواقعية في الجدوى الزمني. هناك بعض الأشياء التي قد تشكل نوعا من الضغط عليك، لذا حاول أن تكون واقعيا فيما تستطيع تحقيقه خلال فترة محددة. إنك لن تنفع نفسك أو زملائك عندما تضع جدولا زمنيا مبالغا في طموحه ولا يمكنك أن تحققه. حاول أن تتعلم حدود قدراتك ولا تقبل أي مشروع تدرك أنك لن تستطيع القيام به بنجاح. يقول المؤلف في نقطة أخرى، حول تحديد أوقات المهام، من المهم جدا أن تخصص وقتا للاسترخاء فيه خلال يومك، لأن مستويات تركيزك وإنتاجيتك تبدأ في النقصان عندما تشعر بالتعب. حدد أوقات التعب التي تنخفض فيها مستوى طاقتك. تذكر أن الشخص الطبيعي يمكن أن يركز ساعة واحدة في العمل دون أن يقطعها، وعندما تصل إلى وقت الراحة من العمل اجعل عقلك وجسدك يسترخيان. استرخي على مكتبك بإغلاق عينيك وإراحة يديك، ثم تنفس بعمق. هنا وضع الكاتب رسما لقمة النشاط وأدناه، ويعني هذا مجسم لقمة النشاط، متى يكون نشاط الإنسان مرتفعا ومتى يكون منخفضا يحتاج إلى الاسترخاء والراحة. أعطى المؤلف هنا بعض النماذج لاستخدام الأدوات لتنظيم الوقت. قال في فقرة استخدام آلات تنظيم الوقت وأدواته، قال فيه، إن الاحتفاظ بسجل دائم للأحداث القادمة والمواعيد والمتطلبات يعد أمرا مهما وضروريا لإدارة الوقت بفعالية. هناك أنواع مختلفة من منظمات الوقت المتاحة، لذا ابحث عن التي تتلائم مع احتياجاتك. وكذلك يقول المؤلف، اختيار نظام تسجيل المعلومات. إن الطريقة التقليدية لتسجيل الخطط المستقبلية تكون بكتابة الخطط باليد في مفكرة، أما اليوم فلقد ازدادت عدد المنظمات
أو المنظمات الإلكترونية عفوا والشخصية المتاحة التي تحتوي على أجزاء للعناوين والحسابات، وهي مفيدة للغاية للاحتفاظ بالمعلومات. النوع الذي ستختاره سيعتمد على العمل الذي تنظمه. قد تحتاج لصفحة كاملة لكل يوم، أو ربما كان من الأفضل أن تستخدم الجدول الأسبوعي لتسجيل المعلومات والبيانات. وهنا مقترحات للكاتب: اختيار منظم للوقت. إن اختيارك أداة لتنظيم وقتك سيعتمد على رغبتك واحتياجاتك. كل نوع منها من المفكرات التقليدية إلى الإلكترونية له مزايا خاصة، حدد أيهما الأفضل بالنسبة لك. يقول عن المنظم الإلكتروني: يخزن الأسماء وأرقام الهاتف والعناوين والمواعيد والتفاصيل الشخصية في شكل رقم. يقول عن المنظم الشخصي: يستخدم كمفكرة توضح فيها العناوين والمواعيد. ويقول عن المفكرة التقليدية: تسجيل الأحداث والمواعيد في المفكرة، وعندما تتم جدولتها يمكن تعديلها. هنا أضاف المؤلف: التخطيط باستخدام مفكرة. إن استخدام المفكرة يتطلب تدريبا. بداية عليك أن تعتاد على تسجيل مواعيد وجدولة الأحداث. سجل ملاحظات بوقت إعداد الاجتماع السابق له، وتذكر أن تترك وقتا للإعداد والتنقل قبل الاجتماع أو الميعاد، وعليك بالتحديث بشكل مستمر. انظر إلى الأحداث المجدولة لكل يوم في مفكرتك. تأكد من توازن المهام ووضع وقت معقول لحياتك الشخصية وصحتك الجسدية والعقلية. هنا كذلك تطرق المؤلف لمجموعة من النقاط التي يجب عليك تذكرها. يجب عليك أن تطلع على قائمتك الرئيسية كل يوم، هذه نقطة ألف. النقطة الثانية أو نقطة باء: يجب أن تشطب على العناصر التي قمت بها، فمن الأفضل أن تحصل على قائمة أصغر. نقطة ثالثة: عند نهاية كل يوم يتم تحديد العناصر الجديدة وتصنيفها لأنواع المهام ألف باء جيم. نقطة رابعة: تمكنك قائمتك الرئيسية من الجمع بين المهام المرتبطة ببعضها بعضا. النقطة الخامسة: عند تحديد أوقات المهام في القائمة الرئيسية يجب أن يراعى وجود وقت آخر للمهام التي ستطرأ أو التي ستصبح طارئة. ونقطة سادسة أو أخيرة: يجب الاحتفاظ بقائمة رئيسية لما يجب أن تؤديه في العمل والمنزل. يقول المؤلف في نقطة أخرى عن تخطيط الطويل الأجل: عدد كبير من المهام في قائمتك الرئيسية لن يختفي إذا ما تم القيام به. المهام تتكرر في شكل دائري، ربما ستطلب نوعا معين من المنتجات لعميل محدد كل سنة لكي تحدد الوقت المنتظم للمهام المكررة. فإنك ستكون في حاجة لمساندة التخطيط الطويل الأجل لتخطيطك القصير الأجل، مثل لوحة حائطية ملونة. استخدم الألوان الفاتحة لتوضيح الأحداث المتكررة المنتظمة لترى إلى أي مدى أنت مشغول عن أن تخطط وفقا لذلك. فقرة أخرى: التخطيط لسنة. ضع قائمة بكل الأحداث المنتظمة بلون معين، وضع الوقت المطلوب لكل منها بلون مختلف. هذا يوضح لك ما إذا كان للحدث وقت مضبوط أو لا. وهنا وضع المؤلف مجسما أو رسما لتفسير هذه الفكرة. يقول الكاتب في فقرة أخرى عن هذه الفقرة سماها التفكير بإيجابية. يقول: يمكن أن يمر الوقت سريعا دون أن تشعر به، ويمكن أن يمر ببطء شديد. إلى أي النوعين تنتمي؟ فإن هذا يعتمد على اتجاهاتي. استخدم قوة التفكير الإيجابي لكي تحقق خططك بنجاح وحتى تنجز المهام غير المرضية بلا ضيق. وهنا في نقطة أخرى يقول الكاتب عن الاستمتاع بالحياة: توجد طرق مختلفة للاستمتاع بالحياة. إذا لم تترك وقتا كافيا لكل الأشياء التي يمكنك الاستمتاع بها، ستجد أن نظرتك العامة سوف تتأثر كليا.
تعرف على المهام التي تجلب لك المتعة في العمل وتأكد من انتشارها في جدولك. خطط بشكل مستمر لتتمتع أو لتمتع نفسك بالخروج للسينما أو الحفلات أو الموسيقى أو سباقات السيارات. بالإضافة لذلك حاول أن تراعي نظرتك الإيجابية وتحفزها حتى عند اشتراكك في أنشطة أو مهام لا تجلب لك أي متعة. إن بداية كل يوم ونهايته تعد أوقاتا مهمة للغاية. ابدأ اليوم بإفطار صحي واجلس في أثناء الأكل لتستمتع به أكثر. تأكد من أنك تركت وقتا كافيا لذهابك لعملك دون استعجال. وفي نهاية اليوم غادر العمل وعقلك متفتح. سوف يساعدك هذا على أن تقلل من صعوبات اليوم ويمكنك من ألا تأخذ مشكلات العمل إلى البيت. أبذل مجهودا في أن تسترخي وتنسى كل ما يخص العمل على الأقل لمدة ساعتين قبل أن تذهب للنوم، وفكر مليا فيما تأكله وفي أي وقت من اليوم. يجب أن يبدأ يومك بطعام طازج وينتهي بوجبة خفيفة، وإلا ستشعر بالاضطرابات والقلق في النوم. فعندما يكون لك توجه إيجابي في الحياة سيسهل ذلك أو يسرع من إدارتك لوقتك وحلك لمشكلاتك في العمل. ابدأ بالتركيز على الشعور الإيجابي نحو نفسك وحياتك، ولا تتعامل مع مشكلات الآخرين كأنها تخصك. سوف يساعدك هذا على الموضوعية والحصول على طرق للتعامل مع الميزانيات المحدودة وحل التناقضات. في فقرة أخرى بعنوان تجنب الضغط يقول المؤلف: الأفراد المشغولون دائما لا يجدون الوقت للتخطيط المستقبلي. يجب أن تخصص عددا محددا من الساعات لتوجهها لتخطيط حياتك بكفاءة. ستجد أن تخطيط أنشطتك تجربة جيدة لأنها تمكنك من التحكم في وقتك وإدارتك له. هنا في نقطة أخرى تطرق الكاتب لنقطة مهمة بمكان، وتخص أو تتعلق بتنظيم مكتبك وترتيبه. يقول المؤلف: إن التنظيم الجيد لمكان عملك قد يشكل لك تغييرا. ابدأ بمكتبك وتأكد من وجود نظام يكفل لك الاحتفاظ بكل ورقك، ثم تعامل بعد ذلك مع الملفات والرفوف وكل ما يحيط بك. يمكنك أن تعرف الكثير عن الشخص عبر مكتبه، استخدامه للألوان ومستوى النظام، وسيحصل الرؤساء والزملاء والمساعدون على انطباعهم الأول عنك في حالة مكان عملك. لذا تأكد من أن الانطباع الذي تتركه إيجابي. إذا كنت تستقبل زائرين بشكل منتظم في مكتبك، فتأكد من جودة صورتك التي ترغب في تكوينها لديهم. كن على قناعة بأن مكتبا غير منظم لا يعني إلا عملا غير منظم. حاول أن تتعامل مع مكتبك كما لو كان مكانا لتجميع المواد الخام الأوراق. تأتي ويتم تشغيلها في آلة عقلك قبل أن ترسل للمرحلة التالية. يمكنك أن تستخدم منطق الإنتاج اللحظي الذي تطبقه بعض الشركات اليوم، وهذا يعني أن تتعرف على كل الأوراق المهمة ومكان إرسالها. تعامل مع المستندات بمجرد أن تصل. إذا كانت عاجلة تصرف نحوها فورا أو فوضها. حول الأوراق الأخرى غير عاجلة للآخرين. ضع كل الأوراق غير المهمة لديك لكي تقرأها بعد ذلك. كلما أجلت ترتيب مكتبك كلما زادت صعوبة العمل وكلما زاد الوقت الضائع. وهنا أشار المؤلف إلى أشياء يجب عليك القيام بها، يعني تابع لهذه النقطة، نقطة ترتيب مكتبك وترتيبه. يقول المؤلف: واحد، اترك مكان العمل مرتبا كلما أمكنك. اثنان، احتفظ
بالأدراج منظمة بشكل مستمر. ثلاثة، احتفظ بالأقلام والصمغ والمساطر معا في درج خاص بها. أربعة، عندما لا تستخدم لوحة مفاتيح الكمبيوتر فأزحها لاستغلال مكانها. وهنا نقطة أخرى، تنظيم أوراق العمل. ضع نظاما لتحديد كل أوراق العمل التي توجد على مكتبك. تعامل مع العناصر العاجلة فورا. أما بالنسبة للعناصر غير العاجلة فضع جزءا منها لتنتهي منه كل يوم. إذا تحتم عليك القيام بعمل فاكتبه في قائمتك الرئيسية. اعمل ملفا للعناصر الأخرى لتقرأها بعد ذلك أو لتجعلها مرجعية. ألقي كل ما تعاملت معه بالفعل أو كل ما لا تريده. خذ الوقت الكافي لتشغيل كل الأوراق الداخلة يوميا. استخدم هذا. وهنا أعطى مؤلف نظام بسيط، يقول النظام البسيط ليحافظ على نظام مكتبك. خانة أولى سجل الأحداث، تتبعها خانة أخرى بينهما سهم، تعامل مع الملفات، والخانة الأخيرة بينها وبين الخانة الثانية سهم، ألقي كل شيء آخر. يعني هذا النظام البسيط لتحافظ على نظام مكتبك على التوالي: سجل الأحداث، سهم تعامل مع الملفات، سهم ألقي كل شيء آخر. نقطة أخرى، تنظيم مكتبك. من إدارة الوقت بكفاءة أن تحافظ على مكتبك مرتبا دائما. استخدم المساحات الفارغة بكفاءة مما سيساعدك على إيجاد كل ما تبحث عنه. إن كل ما يوجد في مكان عملك من المكاتب، المقاعد، الطاولات، خزانة الملفات والإضاءة يجب أن يتم تنظيفه بحيث يتناسب مع ذوقك. فكر في نماذج عملك والطريقة التي تستخدم بها مكتبك. إذا كان لديك عدد كبير من الزائرين، ضع مكتبك بحيث ترى الباب وتعرف من سوف يدخل. إذا كنت تقوم بالاجتماعات في مكتبك، رتب الأثاث على هذا النحو ليجلس المجتمعون في راحة. إذا استطعت أن تجعل مكان العمل يحتوي على الملفات التي ترجع لها بانتظام، اجعلها بالقرب من مكتبك لكي يسهل عليك تناولها عند الحاجة إليها. أما الملفات التي نادرا ما تنظر فيها فيجب أن توضع في مكان آخر للتخزين الخاص. وإذا لم يكن هذا متاحا فيمكن أن توضع في خزانة ما في المكتب. هنا أعطى أو خصص المؤلف في الصفحة التالية من 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 المؤلف بعد هذه الفقرات، خصص فقرة وقام برسم المكتب وكيفية وضع المكتب والكرسي والكمبيوتر وما غير ذلك، في يعني موضحا هذه الأفكار. سأكتفي بهذه المعلومات وسأترك ما تبقى من معلومات في كتاب تدبير الوقت إلى الحلقة التالية. فأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد رقت إعجابكم وقد يعني استفدتم منها الاستفادة المثلى والقصوى. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة عن تدبير الوقت. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم.